شكرا لإتاحة الفرصة للحوار، وأنا مع الأسف ما حضرت المنبر من البداية، عشان كده ما حقدر أناقشكم في نقاطكم اللي طرحتوها، بس عندي تساؤل بسيط يعني في موضوع فقهي متعلق بالمرأة في مسألة الخلافات الزوجية. وقت المرأة تنشز يعني بتكون شنو؟ تخرج عن طاعة زوجها. الاقتراح بتاع الدين إنه الراجل يسوي شنو؟ ينصحها، قول لها يا أخي الموضوع ده ما صح، أنت أرجع عن الموضوع ده وأنت كده خالفت الدين فمفروض تطيعيني. إن ما أطاعت يقوم شنو؟ يهجرها في الفراش. إن ما برضو ما رجعت عن موضوع الطاعة ده يقوم شنو؟ يضربها. الموضوع ده ذاته وقت يجي في حق المرأة، يعني أقول لك في الآية ربنا بيقول وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فأصلحوا بينهما والصلح خير. يعني أنا دار أعرف الحكمة من تباين الأحكام هنا في حق الراجل وحق المرأة شنو. وشكرا جزيلا لكم. أنا ما قصدي يعني أمتهن الدين ولا قصدي أمتهنكم أنتم، صح يمكن أخطأت في كلمة اقتراح، هو حكم شرعي وربنا من حقه يدي أحكام شرعية، لكن يا أخوان أنا دار أفهم الحكمة من الموضوع ده شنو. أنا بفترض المنبر ده هو شنو؟ مكان لنشر العلم الفقه الديني ونشر العقيدة ونشر الدين، فأنا داير استفسر داير أعرف الموضوع ده الحكمة منه شنو. بس ده سؤال النقطة المهمة. ممتاز كده سؤالك بعد ده يا دوب أنا ماشي معاي تمام. الزول ده كده أنا ماشي معاي تمام جدا، وهو في نفس الفهم بتاعنا نحن إنه احترام النصوص والأحكام الشرعية وإنه ربنا يقول حكمه. بعد ذاك أنت جيت للحكمة من الأمر ده شنو؟ أنا أوريك ليه. ربنا قال واللاتي تخافون نشوزهن. النشوز هو الخروج عن الطاعة، والطاعة دي الأمر بها ربنا سبحانه وتعالى. المرأة إنها تطيع زوجها، والحياة لا تقوم إلا بطاعة، لا تقوم بين الزوجين إلا بطاعة. فالمرأة إذا نشزت من طاعة زوجها، لأنه ممكن تطلع من البيت، ممكن تمشي تقابل راجل غيره، ممكن تعمل أشياء فاضحة، ممكن تدخل على ولد ما ولده، فدي إشكالات زي دي. ربنا قال فعظوهن. العلاج ربنا جعله بالتدرج. فعظوهن، لأنه ممكن تكون فايتة على معلومة، ممكن تكون شوية كده ده مشوطنة صغيرونة ما فهمت لسه، تنصحها توجهها تقولها الكلام ده ما بيجي ده حرام كده ربنا قال رسول الله إلى آخره، توجهها. ما نفع معاها، بالمناسبة انت ذاتك الحكم الشرعي ده ما للمرأة برا، الحكم الشرعي ده للراجل ذاته. انت ما بجوز لك تضربها في الأول، خد بالك ما بجوز لك تضربها في الأول. ربنا قال تنصحها. ما نفع معاه، قال فهجروهن في المضاجع، تنوم في مكان وهي تنوم في مكان تاني، ده بيأثر على المرأة وبيأدبها كويس. بعد ده كله إذا ما نفع، ده ذاته ما نفع، قال فاضربوهن. الضرب ده بيّنته لنا السنة، مش الضرب تجيب لك عكاز وتردمها زي الحرامي. ما في دك زي ده يا ناس، ده تكسر عظامة انت ولا شنو؟ لا، فاضربوهن يعني ضرب بيبين انه انت غضبان عليها، لكن لا يكسرها ولا يجرحها، ولا ضرب مؤذي، ما ضرب مؤذي. بعض العلماء قال يعني يضربها بالمسواك، شايل المسواك والبسواك ما طويل، ده حاجه طويله كده، مسواك صغير ولا بعمته، يعني ما ضرب دق بتاع ادبه، ما دق، ده شيء يبين انه انت زعلان منها بس. لكن ما تجي مفلوق المره بجاي وكراعه مكسوره ومالكم تقول مشاكل اسريه، الناس ما في مشاكل اسريه زي دي، ده شغل بتاع عصابات، ما في ضرب زي ده. طيب الايه الثانيه قال لها اللي ذكرها هي شنو؟ وان امراه خافت من بعلها نشوزا او اصلاح او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. ده في المطلقين اللي اتطلقوا من بعض، فبعد ذاك ديل شنو؟ يعني اذا هي دائره راجله ثاني، ربنا قال فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا شنو؟ تراضوا بينهم بالمعروف. انت وللمراه، والمراه دي طلقوها جات قاعده معك في البيت، ولا ما طلقوها ممكن؟
جابوها راجع البيت، وده غلط طبعا، غلط تجيبها راجع البيت. حتى لو طلقتها والطلاق ده رجعي، غلط ترجع البيت. شوف احكام الاسلام دي كيف. مش طوالي طلقوها بجاي، جابوا لها مجاد رفعوها ودوها لها. يا ناس ده غلط. مطلقه طلقه رجعيه تقعد في البيت مع راجلها. ليه؟ لانه ده ذاته فيه يعني داعي من دواعي انه يرجعوا ثاني، يشوفها جنبه ويشفق عليها ويعطف عليها وكذا ويتراجعوا، وهي ذاته تستخدم ما عندها من الحنك والفهله وده كله تجيبه راجع ثاني. فعندهم فرصه انه يرجعوا بعض. فالموضوع شنو؟ انه اذا اتفارقوا ربنا قال فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا. لو جات قالت له والله يا اخي معليش يا اخي كده، ولا هو مش اعتذر لها والله انا كنت زعلان ومعليش وراح نرجع البيت وكده، لا لا قالت له ما برجع الا تدفع لي، ما برجع الا كده، اخذت اي شرط؟ ده الصلاح بيناتهم. فلا تعضلوهن، خلوهم يتراضوا بيناتهم ورجعوا يضبطوا امورهم ورجعوا بيتهم ثاني. ده فهم الايه الثانيه. فما عندهم تعارض فيما بيناتهم، فرصه مفتوحه.